بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الطلاب، نلتقيكم مرة ثانية في مقرر الفيزياء الإحصائية، ودي المحاضرة الخامسة بالنسبة لنا. وفي هذه المحاضرة، في المحاضرات السابقة كان تكلمنا عن نموذج العملة، وفي النموذج بتاع العملة وما ترتب عليه من مصطلحات نحن عرفناها، انه نحن كان افترضنا انه جميع العملات كانت متطابقة ومميزة، وقلنا التمييز اما يكون بتاريخ او بلون. ونموذج العملة دي في الديناميكا الحرارية هو بيشبه تماما شبيكة البلورة، باعتبار انه اماكنها بتميزها. لكن اذا اسقطنا هذا النموذج على جسيمات او جزيئات الغازات، فنحن نعلم تماما انه جزيئات الغازات بتكون متشابهة لكن غير مميزة. وبالتالي الحالات المجهرية للغازات هتصبح أقل، وده اللي نحن هنتطرق له في المحاضرات القادمة. في المحاضرة بتاعتنا دي اللي نحن أطلقنا عليها اسم المحاضرة الخامسة، نحن حنتناول ما نطلق عليه أو نسميه العالم المجهري وميكانيكا الكم. العالم المجهري وميكانيكا الكم. في العالم المجهري وميكانيكا الكم نحن دايرين نتناول ما نسميه. أولا حنبدأ بالتكميم بتاع الشحنة، على أساس إن احنا نتكلم عن العالم المجهري في ميكانيكا الكم. نحن نعلم إنه والله يا أخي العالم المجهري دي مليء بالألغاز، وقد تم التعرف على كثير من الخواص والصفات من خلال التجارب المعملية. وعلى أساس إن احنا نشرح خواصه، وده بيحتاج مننا انه نلم بكثير من المعلومات التفصيلية والمرتبطة بأفرع كثيرة في الفيزياء. لكن على اساس انه نحن هنا نبسط، محتاجين انه نرجع ونعمل مراجعات بسيطة بالنسبة لشنو؟ بالنسبة للأساسيات في الفرع من الفروع المهمة جدا في الفيزياء. واللي نحن قلنا في أول محاضرة لنا إنه والله يا أخي علم الديناميكا الحرارية بيعتمد اعتماد رئيسي على علمين، أو مقرر الديناميكا الحرارية بيعتمد اعتماد رئيسي على علمين، اللي هم اختصرناهم بنظرية الاحتمالات وميكانيكا الكم. فمن خلال هذه المحاضرة ان احنا دايرين نلقي الضوء على بعض المفاهيم الأساسية في ميكانيكا الكم. فأول هذه المفاهيم الأساسية في ميكانيكا الكم اللي هي التكميم بتاع الشحنة. ونحن عارفين انه والله يا اخي
أقل شحنة يمكن أن تقاس هي شحنة الإلكترون. وشحنة الإلكترون أن إحنا بنرمز لها بالرمز E، وهذه الـ E عبارة عن أو مقدار عبارة عن 1.6 في 10 أس ماينس 19 كولوم. وبالتالي أي مقدار بتاع شحنة آخر هو عبارة عن إيش؟ عبارة عن أعداد صحيحة من شحنة الإلكترون. فبالتالي قلنا الشحنة بتاعت الإلكترون هي أقل شحنة يمكن أن تقاس، وشحنة الإلكترون زي ما قلنا نحن نربط لها بالرمز E، ومقداره عبارة عن 1.6 في 10 أس ماينس 19 كولوم. وأي شحنة أخرى على أي مستوى عيني هي عبارة عن شنو؟ عبارة عن أعداد صحيحة من شحنة الإلكترون. فبالتالي من هنا بيجي التكميم بتاع الشحنة باعتبار إنها هي ديسكريت، وأقل جزئية منها اللي هي شحنة الإلكترون. وفي الحقيقة نحن عارفين تماما إنه والله يا أخي الإيدية المفروض المقدار ده يطلع بالسالب، لأنه الإلكترونات بتحمل إشارة سالبة، فبالتالي المقدار ده هو بالتأكيد هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن الأبسوليوت فاليو أوف إلكترون تشارج. الموضوع الآخر في ميكانيكا الكم اللي هو ما نطلق عليه المظهر الجسيمي للطاقة، المظهر الجسيمي بالنسبة للطاقة. و في المظهر الجسيمي للطاقة افترض العالم بلانك انه الإشعاع اللي عنده تردد نيو من الممكن انه يتبادل الطاقة مع المادة بوحدات صحيحة من القيمة اتش نيو، اعتبار انه اتش اللي هي ما نسميها بثابت بلانك، ونيو اللي هي التردد، او في بعض الاحيان بدل نيو تستبدل بإف او فريكوانسي، من فريكوانسي او تردد. وبالتالي ممكن برضو نقول انه الاشعاع اللي عنده تردد نيو بيتصرف كأنه جسيم، وفي هذه الحالة اللي هي هذا الجسيم اللي هو ما نطلق عليه بمسمى فوتون، وهذا الفوتون اللي هو بيكون عنده طاقة مقداره اللي هي E تساوي لي H نيو، E بيساوي لي H نيو باعتبار انه قلنا نيو هي التردد و H اللي هو ثابت بلانك، و E اللي هي باعتبار ايه؟ باعتبار طاقة الفوتون، دي باعتبار طاقة الفوتون. وهذا الفوتون عنده كمية بتاعت حركة خطية، ونحن عارفين انه كمية الحركة الخطية اللي هي بنرمز لها بالرمز B، واللي هي بيساوي لي E over C. و B في الأساس هي عبارة عن MV أو كمية بتاع الحركة الخطية، أحيانا نطلق عليها مسمى اندفاع أو مسمى الزخم، فدي كلها مسميات باعتبار انه السي هنا تمثل سرعة الضوء، السي عبارة عن سرعة الضوء. و على اساس انه اذا استخدمنا مسمى التردد الزاوي للإشعاع واللي هي ما نطلق عليه اوميجا، فبالتالي حيكون عندنا
انه الاوميجا اللي هي بتساوي او التردد الزاوي بيساوي لي 2 باي نيو اور 2 باي اف، واللي هي نيو او اف اللي هي الفريكوانسي، والفريكوانسي او التردد اوريدي هو بيساوي شنو؟ بيساوي سي اوفر لامدا، سي اوفر لامدا. وبالتالي هتبقى الاوميجا اللي هي باعتبار 2 باي سي اوفر لامدا، وهذا المقدار اللي هي ما يساوي الكي سي، باعتبار انه الكي هنا اللي هي ما نطلق عليها او نسميها بالعدد الموجي، نسميها بشنو؟ بالعدد الموجي، واللي هو في الاساس بيساوي 2 باي اوفر لامدا، 2 باي اوفر لامدا اللي هو ده كي، فبالتالي كلها هتبقى بدل 2 باي اوفر لامدا اللي هي هتبقى بالكي، والسي اوريدي موجوده في محلها. فمن المعادلات الثلاثة دي لو نحن دايرين نحذف السي من المعادلات دي، فحنجد انه الانرجي بتاعة الفوتون حتساوي اي الاي او الانرجي بتاعة الفوتون حتساوي لي شنو؟ حتساوي لي ال ال اتش بار نيو، باعتبار انه الاتش بار دي ماذا تساوي؟ بتساوي لي اتش اوفر 2 باي، اتش اوفر 2 باي، باعتبار انه الاتش بار اللي هي اتش اوفر 2 باي. وبالتالي هيبقى برضو البي عبارة عن شنو؟ البي عبارة عن الاتش بار كيو، اتش بار كيو او اتش بار كي، سوري مش كيو، اتش بار كي. فبالتالي الاي والبي هيبقوا بدلالة المعادلات السابقة دي انه الاي عبارة عن اتش بار اوميجا، والبي او كمية الحركة عبارة عن اتش بار كي، وقلنا الاتش بار هي عبارة عن شنو؟ اتش اوفر 2 باي، والاتش اللي هي الثابت بتاع بلانك. بالتالي المعادلتين الاخيرات ديل اللي هم ديل الاي والبي هم بيعبروا لنا عن شنو؟ بيعبروا لنا عن الخواص الجسيمية والخواص الموجية المرتبطة بها بالنسبة للفوتون، يعبروا لنا عن الخواص الجسيمية والخواص الموجية بالنسبة للفوتون. الخواص الجسيمية اللي هي الاي والبي، انه الجسيم عنده طاقة وعنده كمية بتاعت حركة، والخواص الموجية انه عنده تردد زاوي اوميجا وعنده عدد موجي محدد اللي هو كي، اللي هو قلنا انه كي اللي هي 2 باي اوفر لامدا، 2 باي اوفر لامدا. فبالتالي المعادلتين ديل اللي هم بيربطوا لنا ما بين الخواص الجسيمية والخواص الموجية بالنسبة للفوتون. ده بيودينا في لحاجة مهمة جدا في ميكانيكا الكم، واللي هو ما نسميه ازدواجية الجسيم والموجة. الطبيعة عامة هي بتميل دائما إلى التماثل، لذلك إذا أصبح للإشعاع طبيعة جسيمية، ده على أساس إن إحنا نتكلم عن ازدواجية الجسيم والموجة، ده بوري بأنه برضو الجسيم أيضا سيصبح له طبيعة موجية. إذا الشعاع الإشعاع هو الشعاع بقى عنده طبيعة جسيمية، معناها الجسيم ذاته سوف يصبح له طبيعة موجية. وديبرولي أو عالم يسمى ديبرولي اتوقع ان المعادلتين قبل شوية الاخيرات بتاعت الاي والبي ينطبقان على الجسيمات بتاعت المادة مثل الالكترون او الفوتون، بالتالي تصبح الحركة بتاعت الجسيم المصاحبة لها موجة، هذه الموجة بتكون على الشكل بتاع إبساي تقريبا
equals to E أس minus I AX minus KX، باعتبار إنه ال 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 سوري دي أوميجا E أس I أس minus I أوميجا X not A، عذرا دي أوميجا ممكن تعدلوها، دي أوميجا وليس A، أوميجا X minus KX، باعتبار إنه الأوميجا قبل شوية من المعادلات اللي قبل شوية هي عبارة عن شنو؟ عبارة عن E over H bar، والK اللي هو B over H bar. وتم التأكد من الصفات الموجية للجسيمات من خلال تجارب أجراها العلماء زي تومسون ودايفسون جريمر، وبالتالي اقترح دي برولي انه الجسيم الذي يتحرك بسرعة V يمكن التعامل معه كموجة. هذه الموجة التردد بتاعها اللي هو بيساوي لنا MC سكوير over H، باعتبار انه النيو او التردد بتاعنا بتاع الموجة اللي هو MC سكوير over H، وبالتالي بيترتب على الكلام ده انه الطول الموجي بتاعه او الطول الموجي بتاع دي برولي اللي هو لاندا حيساوي لي اتش اوفر بي، وبالتالي اللي هو حيساوي لي ام اوفر اتش اوفر ام في، باعتبار انه البي هو المومنتم او كميات الحركه اللي هي بيساوي لي ام في. ده اللي هو ما نسميه ازدواجيه الجسيم والموجة، واللي هو قلنا بما انه يعني اصبح للشعاع طبيعة جسيمية فبالتالي ده بيترتب عليه انه الجسيم ذاته يكون عنده طبيعة موجية، والطبيعة الجسيمية والموجية اللي هو بيرتبط لنا بالمعادلة بتاعة الموجة اللي هي في الشكل ده ابساي اللي هي greater to or equals to E أس minus I omega 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 x minus kx، باعتبار انه الكي اللي هي بي اوفر اتش والاوميجا اي اوفر اتش بار، وبالتالي التردد بتاعنا اللي هو حيساوي ام سي سكوير اوفر اتش، اتش هنا ايكوالز تو بلانك كونستانت، وطول الموجه بتاع دي برولي اللي هو لاندا اللي حيساوي لي ام اوفر اتش سوري اوفر ام في او اتش اوفر بي. المفهوم الآخر في ميكانيكا الكم وبرضه من المفاهيم المهمة جدا اللي هو ما نسميه بمبدأ بور المتمم، ومبدأ بور هذا ينص على أساس إنه السلوك بتاع الطاقة الكهرومغناطيسية الازدواجي هو متمم لبعضه البعض. السلوك بتاع الطاقة الكهرومغناطيسية الازدواجي هو متمم لبعضه البعض، ده اللي هو المبدأ بتاع بور المتمم، وده معناه ببساطة انه القياسات اللي بتتم معمليا وتستخدم فيها الطاقة الكهرومغناطيسية معناها ممكن نفسرها بنموذج واحد فقط لا غير، وهو ان الطاقة الكهرومغناطيسية اما جسيمات او موجات وليس الاثنين معا، وليس الاثنين معا. والمبدأ ده أيضا أدى إلى فهم ازدواجية الجسيم والموجة، ومعناه شنو الكلام ده؟ عندما تظهر أحد الصفات بالتجربة المعملية فإن معناه إنه الصفة الأخرى بتكون ماله بتكون معدومة، يعني إذا ظهرت الصفات الموجية معناها الصفات الجسيمية بتكون معدومة، وإذا ظهرت الصفات الموجية تكون الصفات الجسيمية معدومة. ومثال على الكلام ده إذا ظهرت مثلا الصفة الموجية للإلكترون كالحيود مثلا فده بترتب عليه إنه ما حتظهر صفة الجسيمية، ولكن إذا انحرف الإلكترون في مساره نظرا لتواجد مجال كهربي خارجي فبالتالي ده يترتب عليه أن الصفة الموجية له تنعدم.
وده اللي هو ما نسميه مبدأ بور المتمم، أو اللي هو نص إن السلوك بتاع الطاقة الكهرومغناطيسية الازدواج هو متمم لبعضه البعض. عندنا مبدأ آخر في ميكانيكال كم، واللي هو مبدأ الشك أو عدم اليقين. مبدأ الشك أو عدم اليقين، عارفين إنه إحنا في الميكانيكا الكلاسيكية نفترض إنه المكان اللي هو إذا كان رمزنا له بالرمز X، والكمية بتاعت الحركة الخطية المرافقة له اللي هو سميناها بي، هنا خلونا نخليها بي إكس للموقع اللي فرضناه إكس، ممكن أن إحنا نحددهم بدقة متناهية في آن واحد. ده على المستوى بتاع الميكانيكا الكلاسيكية. لكن جاء عالم اسمه هايزنبرج، وهايزنبرج ده وجد انه من غير الممكن في ميكانيكا الكم عند التعامل مع الجسيمات المجهرية انه نقدر نحدد المكان وكمية الحركة المرافقة للجسيم في آن واحد، مهما كانت شنو، مهما كانت الكفاءة بتاعت الأجهزة في الحالة بتاعتنا دي. وبالتالي المبدأ بتاع الشك أو عدم اليقين، أو ما يطلق عليه المبدأ بتاع الشك لهايزنبرج أو الأنسرتينيتي برينسيبل، بينص على أساس أنه لا يمكن تحديد المكان اللي هو فرضناه أنه إكس، وكمية الحركة الخطية المرافقة لهذا المكان اللي هو البي اكس في آن واحد. والمبدأ ده اشتق منه بعض المتباينات، ومن هذه المتباينات اللي هو الدلتا اكس دلتا بي لابد ان تكون اكبر من او تساوي الاتش، بمعنى انه حاصل الضرب بتاع نسبة الخطأ او في حساب الموقع، ونسبة الخطأ او التغير الحاصل في كمية الحركة ده ماله بيكون اكبر من او يساوي لثابت بلانك. والمعادلة دي في الحقيقة هي بتنص على أساس أنه من المستحيل قياس كميتين مترافقات قانونا بدقة متناهية في آن واحد، اللي هو ده ما سميناه أو أطلقنا عليه مبدأ الشك لهايزنبرج. بمعنى تاني أنه كل ما زاد التحديد أو الدقة في قياس موضع الجسم واللي هو الدلتا اكس دي، يعني لما تزيد الدقة معناها الدلتا اكس دي لابد انها تكون مالها كمية صغيرة، فبالتالي لما تزيد الدقة في القياس بالتالي اصبح الدلتا اكس هذه صغيرة، كل ما زاد عدم التحديد او عدم الدقة في قياس مين، في قياس كمية الحركة. والعكس صحيح، والعكس صحيح، وحاصل الضرب بتاعه اللي هو قلنا بينتج بهذه المعادلة. المبدأ ده ظهرت آثاره الإيجابية في بعض المسائل المهمة، واللي هي منها إثبات عدم احتمالية وجود الإلكترون بالنواة، استنادا إلى مين؟ استنادا إلى مبدأ الشك لهايزنبرج أو الأنسرتينيتي برينسيبل. من الأشياء المهمة أيضا في ميكانيكال كام اللي هو الفراغ الطوري أو الفيس سبيس، واللي هو ما تطلقوا عليه أنتم فضاء العينة في ميكانيكال كام، بيكون مر عليكم مفهوم فضاء العينة، أو ما نسميه بالفيس سبيس أو الفراغ الطوري. فعشان نفهم المفهوم بتاع الفراغ الطوري في ميكانيكال كم، اذا افترضنا انه في جسم بيتحرك في اتجاه واحد،
وخلينا نخلي الاتجاه بتاع الحركة للتبسيط هو المحور الأفقي أو محور إكس. فبالتالي الحركة عند أي زمن ممكن نحددها بالموقع إكس والسرعة في أوف إكس. فدي اللي هي دي الحالة الحركية بالنسبة لمين؟ بالنسبة للجسيم. إذا حددنا، إذا كان دايرين نتكلم عن الحالة الحركية بتاعته في أي زمن، معناها لابد إنه نحدد الموقع بتاعه اللي هو إكس، والسرعة بتاعته اللي هي في أوف إكس. فعلى أساس إنه نحن هنا نتكلم في فراغ طوري أو على مستوى ميكانيكال كم، فبالتالي دارين نحول المفهوم بتاع السرعة ده من المفهوم بتاع السرعة بتاعت الجسيم، نخليه بدلالة كمية الحركة الخطية بتاعته، واللي هي زي ما قلنا انه البي او المومنتم، واللي هي بيساوي ليه الام في الفي. ومع تعيين الزمن بالتالي ده بيترتب عليه انه الجسيم سوف يرسم مسار في المستوى اكس بي اكس. فاذا كان انا عندي ده المستوى بتاعي بتاعنا بتاع الجسيم اللي هو بي اكس او واكس اكس باعتباره المحور السيني، والبي اكس اللي هو ده المحور الصادي بتاعنا، واللي هو بيترتب عليه انه ده الفراغ اللي هيتحرك فيه في بعدين. فحالة الجسيم في هذا المستوى بتسمى بطور أو فيس، وأي نقطة على المسار بتسمى نقطة طورية أو فيس بوينت، والمسار يسمى مسار طوري، والمستوى المفترض بيسمى فراغ طوري. المستوى اللي هو بيتكون لي من المحورين بتاعين ال X وال Y ده بنسميه فراغ طوري. والحاجات دي هتتبين لنا في المثال اللي نحن هنتناوله هسي، واللي هو عين المسار الطوري للمتذبذب الخطي. إذا كان نحن دارين نعين المسار الطوري للمتذبذب الخطي بتاعنا، فعلى أساس إنه نعين المسار الطوري للمتذبذب الخطي، نفترض إنه المتذبذب الخطي ده هو عنده كتلة محددة. ليه؟ لأن إحنا هنيجي نتعامل مع اندفاع، والاندفاع أو كمية الحركة اللي هي ام في في. فبالتالي ده بيشترط إنه هذا المتذبذب الخطي يكون عنده كتلة محددة، واللي خلينا نطلق عليها ام. وهو متذبذب معناه عنده ثابت بتاع القوة واللي هو كي، يعني زي ما في الحالة بتاعت مين، في الحالة بتاعت غانون هوك واللي هو السبرينج، عنده ثابت بتاع القوة اللي هو بنسميه شنو، اللي هو بنسميه كي. فبالتالي انه هنجد انه الطاقة الكلية للمتذبذب بتاعنا اللي هي هتكون تعطى بالعلاقة انه الـ E بتساوي لي مجموع الطاقتين، طاقة الحركة وطاقة الإرجاع بالنسبة للمتذبذب الخطي بتاعنا. طاقة الحركة معروف اللي هي الكاينتيك انرجي، اللي هي عبارة عن شنو، عبارة عن نص ام في سكوير، والنص كي اكس سكوير اللي هي دي الطاقة بتاعت الإرجاع بتاعت مين، بتاعت المتذبذب الخطي كرد فعل بالنسبة لمين، لكمية الحركة أو طاقة الحركة. فبالتالي إذا رتبنا المعادلة هتبقى شكلها إنه بهذه الطريقة، ال بي إكس سكوير أوفر 2 إم بلس نص كي إكس سكوير. والكلام ده بنستنتج منه إنه ال 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 إذا أدخلنا الإيدية أو رجعناها للطرف اليمين للمعادلة، هيبقى المقدار أو قسمنا جميع الأطراف على إي،
فبالتالي هيصبح المقدار بتاعنا البي اكس سكوير على 2 ام اي زائدا الاكس سكوير على 2 اي اوفر كي. ده كله بيساوي لنا شنو؟ بيساوي لنا الواحد الصحيح. والاي هنا او الانرجي هنا هي عبارة عن قيمة ثابتة. فبالتالي القيم بتاعتنا ال 2 ام اي و 2 اي اوفر كي ايضا هي عبارة عن شنو؟ عبارة عن قيم ثابتة. هي برضو عبارة عن قيم ثابتة. فبالتالي المحل الهندسي المعبر عن نقاط الطور للمتذبذب يمثل بمسار بيضاوي الليبس في الفضاء بتاعنا بتاع الطور اللي هو مين؟ الاكس بي اكس، باعتبار انه الاكس قلنا المحور السيني والبي اكس اللي هي شنو؟ المحور الصادي. والقيمة بتاعتنا الجذر التربيعي لهذا المقدار سكوير روت لهذا المقدار دي تمثل نصف المحور الأكبر ل أو ما نسميه بالسيمي ميجر أكسس. والقيمة الجذر التربيعي لهذا المقدار بدلالة البي اللي هو ده نسميه نصف المحور الأصغر أو السيمي ماينر أكسس لمين؟ للفراغ الطوري بتاعنا أو للمسار الطوري الخطي بتاعنا. بالتالي حيكون ده اللي هو الشكل بتاع المسار بتاعنا الطوري اللي هو في بعدين اللي هو الاكس والبي اكس. فبالتالي الجذر التربيعي ل 2 اي اوفر كي اللي هو ده قلنا بيمثل نصف المحور الاكبر اللي هو سيمي ميجر اكسس، والجذر التربيعي ل 2 ام اي ده اللي هو بيمثل لنا شنو؟ بيمثل لنا نصف المحور الأصغر للمسار بتاعنا بتاع شنو؟ بتاع المتذبذب الخطي. واللي هو ما نسميه بالسيمي ماينر أكسس. والشكل ده بيوضح لنا إنه أي نقطة على المسار البيضاوي ده، أي نقطة على المسار البيضاوي عند بيمثل الطور عند نفس الزمن. أي نقطة على المسار البيضاوي تمثل لنا الطور عند نفس الزمن. ونحن عارفين إنه المتذبذب بيتأرجح جيئة وذهابا بصفة دورية. فبالتالي نجد إنه نفس المكان وكمية الحركة تتكرر بصفة دورية أيضا. بالتالي نقاط الطور التي توصف المسار البيضاوي تتكرر بصفة دورية وتكون مسار مغرق أو close path. close path اللي هو دي، وعارفين إنه هذه close path المفروض مالها المفروض تكون غير متقاطعة، لأن يعني عارفين إنه إحنا قلنا والله يا أخي المتذبذب ده بيتأرجح جيئة وذهابا بصفة دورية، فبالتالي الكمية بتاعت الحركة تتكرر بصفة دورية. فبالتالي النقاط بتاعت الطور اللي بتوصف المسار البيضاوي بتاعنا دي برضو بتتكرر بصفة دورية، وبالتالي بتشكل لي مسار مغلق، وهذا المسارات أو المسارات المغلقة ما لها لا تتقاطع. فهنا بيقفي السؤال في الذهن انه ليه ان احنا استخدمنا الفراغ الطوري ده او الفراغ التجريدي ده. والاجابة وراء الكلام ده انه السبب بيرجع الى انه نحنا دارين نقوم بحساب عدد المستويات المجهرية، والمستويات المجهرية دي مرتبطة بحجم المستويات المجهرية، واللياتة أي نوع من المستويات المجهرية؟ المستويات المجهرية اللي بتتبع مبدأ الشكل هايزنبرج. عشان كده نحن خلونا نتكلم عن حركة الجسيم في الفراغ، واللي هي دي بتتطلب يعني ثلاث إحداثيات مكانية. والثلاث إحداثيات المكانية اللي نحن نقصدها هنا اللي هي باعتبار شنو؟
باعتبار الثري دايمنشن المعروفة بالنسبة لنا الاكس والواي، ويدخل معها الزد. فبما انه عندي ثلاثة احداثيات مكانية اكس واي زد، بالإضافة لثلاثة إحداثيات أخرى لكمية الحركة الخطية، اللي هي كمية حركة خطية على محور X، كمية حركة خطية على محور Y، وكمية حركة خطية على محور Z. وبالتالي كمية الحركة الخطية على محور X بنرمز لها بالرمز P of X أو BX أو B sub X، ولـ Y BY، ولـ Z BZ. مع وجود العلاقات المتماثلة في اتجاه، يعني احنا قبل شوية كنا اتكلمنا عن العلاقة بتاعتنا بتاعت انه والله يا اخي، لما كنا بنتكلم عن العلاقة دي في مبدأ الشكل هايزنبرغ اللي هو على مستوى واحد اللي هو محور اكس، فلما تدخل واي معناها المفروض حيكون بدل دي على محور واي حيكون عندي دلتا y دلتا بي واي، ولما يدخل محور z حيكون عندي دلتا z دلتا بي z، وكلهم معلوم المفروض يكونوا اكبر من او يساوي ل ال h اللي هو مبدا الشك لهايدنبرغ. ف ده بيقودنا لانه اذا ضمينا المعادلات دي كلها نحن ممكن نحول الإشارة بتاعتنا بتاعت أكبر من أو يساوي إلى تساوي، وبالتالي حيكون الشكل بتاعنا بتاع المعادلة بتاعتنا حيكون بالطريقة دي. هذه المعادلة على ماذا تدل فيزيائيا؟ بتدل على أساس إنه إذا أردنا تحديد المكان وكمية الحركة الخطية لأي جسيم، المكان اللي هو بيحدد بمين؟ بx وy وزد، وكمية الحركة تحدد بمين؟ بx by bz. فبالتالي إذا أردنا تحديد المكان وكمية الحركة الخطية لأي جسيم، فمن الأفضل تحديد إنه الإحداثيات المحتوية له خلال إحداثيات ستة، و أو مستوى كمي يكون بحجم مين؟ بحجم ال H كويب، يكون المستوى الكمي اللي نحن دارين نحدد فيه يكون المستوى الكمي بتاعنا بحجم ال H كويب. وعلى أساس إنه نفهم الكلام دي خلونا نبسطه بصورة أبسط من كده. فإذا كان نحن قلنا والله يا أخي الجسيم ده بيتحرك في الاتجاه بتاع محور X، هذا الجسيم اللي بيتحرك في اتجاه محور X ده المحور بتاعنا بتاع X، ونفترض انه الجسيم ده بيتحرك بين نقطتين، النقطتين هم اللي هما الـ original point اللي هو الـ O والـ X not، وأيضا بين الـ original point والنقطة الثانية اللي هي شنو؟ البي نوت. ده الفراغ اللي بيتحرك فيه الجسيم. فبالتالي في حالة الفراغ دي يكون اللي هو ثنائي الأبعاد زي ما ظاهر عندنا اللي هو اكس وبي اكس، ده البعدين بتاعنا اللي بيتحرك فيهم، وقلنا بين النقطتين او واكس نوت واو وبي نوت. فبالتالي في الفراغ الثنائي الأبعاد بيكون عدد المستويات المسموح بها للجسيم ممكن نحسبها بالعلاقة دي، انه العدد بتاع المستويات اللي هو بيساوي لي التوتال اريا مقسومة على مين؟ على الدلتا اكس دلتا بي اكس. والتوتال اريا اللي هو هنا عبارة عن شنو؟ في مستويين، فبالتالي حيكون عبارة عن سطح، والسطح عبارة عن شنو؟ طول في عرض. فبالتالي حيبقى ال X نوت في B نوت، المساحة بتاعته اللي هو الطول، الطول في العرض، هتبقى الطول اللي هو كله X نوت، والعرض B نوت اللي هو حيبقى X نوت B نوت على H، باعتبار انه
دي قلنا أكبر من أو تساوي الإتش على حسب مبدأ هايزنبرغ. فبالتالي في حالة لو جينا طبقناه في فراق سداسي الأبعاد، هنجد إن والله يا أخي الأبعاد بتاعتي أو المستويات بتاعتي هتكون هنا بدل كانت قبيل في مستويين، إن إحنا تعاملنا بصورة بتاعت مساحة، لما نتحول إلى 3 مستويات، أي عندنا مستوى زد اللي هو خارج في هذا الاتجاه عمودي على المستويين، فبالتالي هيتحول من area هتتحول إلى مين؟ إلى volume. total area دي هتتحول إلى حجم، واللي هو باعتباره التوتال 6 dimension بتاعتنا، أو خلونا نطلق عليه مسمى بتاع فوليوم أو حجم. فبالتالي هيكون بدل الدلتا اكس دي اكس هيكون عندنا شنو؟ المعادلة الأخيرة اللي خدناها قبل شوية في التحديد بتاع المكان وكمية الحركة. فبالتالي هيساوي لي ال في ار بي في بي على اتش كيوب، والفي ار هي الحجم في الفراغ الكارتيزي، الحجم في الفراغ الكارتيزي اللي هو المتكون من اكس وواي وزد، والفي بي اللي هو الحجم في كمية الحركة، الحجم في فراغ كمية الحركة. فبالتالي عدد المستويات الكمية المسموح بها للجسيم في العنصر بتاعنا بتاع الحجم في فراغ سداسي الأبعاد هتعطى بالعلاقة دي، انه ال L هتبقى بيساوي لي شنو؟ ساوي لي دي اكس دي واي دي زد دي بي اكس دي بي واي دي بي زد اوفر اتش كيوب اوفر اتش كيوب. ومن هنا ان احنا نستطيع انه نقول ان والله عدد الجسيمات المسموح بها للجسيم خلال مسافة معينة بأي إحداثيات طورية تتناسب مع هذه المسافة، تتناسب مع هذه المسافة. بمعنى إنه إذا كانت الكيو بتعبر لنا عن الإحداثيات الطورية، فبالتالي هذه الان بتتناسب مع الكيو، تتناسب تناسبا طرديا مع الكيو، او بمعنى لفظي انه عدد المستويات المسموح بها للجسيم خلال مسافة معينة باي احداثيات طورية تتناسب مع هذه المسافة، تتناسب مع هذه المسافة عدد المستويات اللي هو سميناه بN. واذا كانت الاحداثيات الطورية اللي هي زي ما اطلقنا عليها بانها هي كيو، فبالتالي هتتناسب معها هذه القيمة. وجزاكم الله خير، وإلى الملتقى في محاضرة أخرى إن شاء الله.